من التوضيحات ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور خالد بطرفي. أهلا وسهلا بك دكتور. يا هلا حياك الله. حياك الله دكتور. دكتور هل ممكن أن توجز لنا إلى أين تتجه الأوضاع في اليمن بعد أحداث الأمس؟ أنا أعتقد أنها تتجه إلى التصعيد في المرحلة الحالية لأن الحوثيون عادوا وبقوة بعد أن حصلوا على إمدادات من مناطق متعددة أهمها صعدة واستعادوا بعض خسائرهم في صنعاء. لا زال الوقت مبكرا والأمور ضبابية للحكم لمن يكون النصر في نهاية المطاف، ولكن نشير هنا إلى ميزة يتمتع بها المنتفضون ضد الحوثيين وهي دعم التحالف العربي لهم من الجو. أنا كنت أرجو وأتمنى أن يكون هناك أيضا دعم من الحكومة الشرعية وقوياتها المتواجدة في جبل نهم والتلال المحيطة بصنعاء، ولكن حتى الآن لم أرى أن هذا الدعم تحقق. كما أن هناك دعم لابد أنه حادث بالفعل لتوفير معلومات استخبارية ولوجستية للمعسكر المؤتمر الشعبي العام. دكتور خالد، القبائل اليمنية هل تعتقد بأنها أدركت ضرورة التحالف لإسقاط الحوثيين؟ القبائل اليمنية بشكل عام حذرة منذ بداية هذه الأزمة أن تأخذ موقف الحياد، تبتعد عن الولوغ في هذه الفتنة أو هذه الأزمة لأنها لا تعرف يقينا من الذي سينتصر في نهاية المطاف. وعموما هي دائما على هذا النحو تنتظر حتى تتأكد من الذي له السلطة والسيطرة والسطوة ثم تنضم إليه، ومن الذي سيعطيها المزايا الدائمة فتضع سلاحها معه. بعض القبائل ذات الصلة المباشرة أو القرابة بعشيرة علي عبد الله صالح وبعض القيادات المؤتمرية يقال أنها شاركت أو ساهمت في هذا الصراع، ولكن بشكل عام الذين قاموا بالانتفاضة في معظمهم هم من أبناء مدينة صنعاء ومن كوادر المؤتمر الشعبي العام. طيب الأستاذ أو الدكتور خالد باطرفي، شكرا جزيلا لك، تحدثت عن دعم الأطراف ونتمنى أن يعني يتحقق الدعم في صالح الشعب اليمني وصالح دول الجوار والأمة العربية بأجمعها. شكرا جزيلا لك دكتور.